السلام عليكم، معاكم مهند غلام 050-516-3525 من بن حمودة للسهرات في أبو ظبي. اليوم زي ما انتم شايفين أكلمكم عن آخر سيارة موجودة عندنا من السيلفرادو الـ LT 2020، اللون الأبيض. ناس كتير سألت عليه، خلينا نشوفها من الداخل. زي ما انتم شايفين السيارة بيكون الشبك الأمامي كروم والدعاميات كروم. طبعا في عندنا حساسات أمامية وخلفية، رنجات 18، Z71 سسبنشن تبعها، المرايات عليها الليتات الـ LED للبر، عليها النقاط العامية كمان، دخول الذكي على الأبواب. نشوف من ورا دول اكزوست، فيها كاميرتين خلفيتين للريفرس وللجلس. طبعا الباب بينزل بالريموت، بيطلع بيطلع مع خفيف بصباع واحد بس بيطلع. تمام، نشوفها من الداخل. يكون السيت قماش او مخمل، ده لونه. المكيف الخلفي، السيت الامامي اوتوماتيك، فيها السدة أو سيت مفصول، ده لون السيت مرة تانية. في ناس بيشوفوه بيج وناس يقولوا لي ده رمادي، دي ألوان حسب التسمية يعني. ده شكل السيارة من الداخل. نشوفها من بره مرة تانية أخيرة. وعليها عرض بالتصفية للعشرين عشرين قبل ما السعر الجديد ينزل على موديل 21 بالزيادة في السعر. اللي يلحق يلحق، يلا بينا.